Thank you.
يا حجرتان، هذا هو بيتي، بيت أجدادي، بيت زيغوت يوسف الذي بات فيه. الأمطار تساقط من جهة اليوم. هذا حجر كنا نستعملوه في طحن الشعير، القمح وكل الحبوب. هذا هو كان بني. تشوف الحطب هذا مجلوب حوالي 10 كيلومتر، يهزوها على كتافهم، يعني جيل عظيم عاش في الاستعمار والاستثمار، والآن يفرطوا في الخير. هاي الدار هنقطعوا لنا الكهرباء لأنهم ما يسلكوش. فرطوا في الأرض والعرض، فرطوا في كل شيء، حتى نخرج له إلى أبرسون. حنا نقول له قلو أبرسون. الشيء اللي يتساقط الشيء اللي كان يحطو فيه النوافذ، وهادو نقولو لهم احنا دقاقج دقوجة يحطو فيها زيت الزيتون. هانا هنا زارو هلا. هناك مصل، مصل تعبان راكم تشوفوا فيه، هاو مصل تعبان. هنا خدمت فيه شوية في الحيط، ولكن الحائط، ولكن وحدي ما نقدرش، نقدرش وحدي مستحيل، وحدي ما نقدرش. هذه الوسادة تاعي، هذه الوسادة الثانية، وهنا لهين المطلع أو المصعد، وهذا الفراش تاعي. ها هنا الفراش تاعي، أنا هذه الباب الثانية، درك شوية نفكوها إن شاء الله.
هنا كنت مبات هذا السطح مسميه أسطح، يعني هنا ضربة قوية هنا. الكاس اللي كنت نشرب فيه، هذا الغطاء اللي كنت نغطي به، غطاء نخرجو له هذا أيضا. شفتي خدمته الجدة نتاعي منذ أكثر من 50 سنة. ها هو هنا هنا غار، ها يكون نتاع تعبان هنا. السطح تشوفوا يعني لازم تصليح، لازم تصليح. تشوفوا السطح هذا هو الأجر اليجر والقرميد اللي يحطوه في الدير، هو أحمر على كل حال، بني أحمر. ها إن شاء الله نستعملوه مرة جاية في إصلاح المنزل. هذا هو السطح، احنا نقولوا له سطح سطح. كيفاش لعبت هنا؟ هنا بس انا نبدأ نفتحوا الباب إن شاء الله. تشوفوا فيه من الداخل بهذا وليد.
شنو هذا؟ هذا المحزم اللي كنا حزمه بيه من سابق. تشوفوا فيهم هذا كان مكان اللي فيه يطهو ويديروا كسرة. هنا كان راهو تهدم، كنا نحطوا القمح الشعير الصابة تاع العام. هنا أشجار الزيتون، هذا الزيتون من العهد الإسباني من قبل ما تدخل فرنسا، صدقوني من قبل ما تدخل فرنسا. العهد الإسباني عليه 350 أو 400 سنة. ها هذه شجرة الدردار أو الصفصاف، والله ما فرقت بينهم، على بالك صعب التفريق بينهم. المنزل مقارب لينا، عمتنا راح نرحلوا لولاية ميلا، خلاو منزلهم هناك. راهو راب، راهو سقط، تهدم. كذلك المنزل اللي تشوفوا فيه بين الأشجار من الهين. هذه أشجار الزيتون بدون تلقيم وبدون تاع بقر، مطايا بقر، آثار بقر يدخل هذه المنطقة. زيتون لا آبار له ولا شيء، ما محمر ما والو. المنزل مهدم،
هذيك المنطقة الملهين بالهدف، وفيها غابة عظيمة لتحت تابعة بالهدف ولولاد عمر، يسميها غابة ويزان. الداخل لها مفقود والخارج منها مولود. الهين فوق هذيك أرض أجدادي اللي سبق أن صورتها، مدفونين فيها أجدادي. نبات القريص نبات بوخبوز، هاي نبتة بوخبوز. هذا نسميه الحرشة.